إن لقاءنا اليوم يهدف بالأساس إلى تعريف أبنائنا وبناتنا من النشء الصاعد حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات الناشئة بجملة التسهيلات الجمركية التي تمكنهم من الاستفادة من مختلف المزايا التي تفتح أمامهم آفاق تطوير مشاريعهم وتوسيع مجالات نشاطهم. ونحن من هذا المنبر نؤكد دعمنا الدائم ومرافقتنا المستمرة لهم، كما تبقى أبوابنا مفتوحة أمامهم على كافة المستويات وعبر كافة وحداتنا الجمركية عبر ربوع وطننا الحبيب. وهذا قصد إطلاعهم على هذه التدابير التي أقرتها الدولة والمؤسسة الجمركية لصالحهم، وكذا تسهيل استفادتهم منها تكريسا للدور الاقتصادي الذي تؤديه الجمارك الجزائرية في خدمة الاقتصاد الوطني ومرافقة المؤسسات الجزائرية المنتجة، كما ندعوهم لاستغلال مختلف وسائل التواصل التي تضعها الجمارك الجزائرية تحت تصرفهم في كل الأوقات لاستقبال انشغالاتهم وإبداء آرائهم واقتراحاتهم التي نثمنها ونسعد بتلقيها في سبيل الرقي بالمرفق العام الجمركي وضمان تقديم أحسن خدمة عمومية ترقى لتطلعات مرتفقينا.